اجتمع الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية نائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في العاصمة الإيطالية روما مع السيدة ميرتشانا جيوانا نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر الجمعية الإيطالية للمنظمة الدولية بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس الحلف، وذلك برعاية فخامة الرئيس سيرجيو ماتريلا رئيس الجمهورية الإيطالية وبحضور عدد من وزراء الخارجية والدفاع بالدول الأعضاء في الحلف. وخلال الاجتماع أعرب الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد عن تطلع مملكة البحرين لتعزيز آفاق التعاون والشراكة مع حلف الناتو للمساهمة في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي.